السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على طلب الغواي النهاردة إن شاء الله نتكلم عن الأسود الغزار. طبعا الأسود الغزار من باب التلوين ونوع جامد في النش وفي الطيران وفي كل حاجة. في ناس كتير بتتلخبط بين الأسود الغزار والأسود ابن قطقطة أو أسود ابن أي حاجة تاني. طبعا النهاردة احنا هنشرح الأسود الغزار وبعد كده هنشرح الأسود ابن قطقطة، هنشرح كل واحد لوحده، وفي النهاية هتلاقي نفسك أنت عرفت كل واحد مواصفاته إيه وهتعرف تفرق ما بينهم. يلا بينا ان شاء الله نطلع الفيديو على طول. الحمام الاسود الغزار من الحمام الغزار الملون اللي هو بيت التلوين. هو حمامة ذكية وحمامة خشنة وطويلة وعندها قوة تحمل في الطيران المتواصل بطريقة جميلة، يعني تقدر تطير لأوقات طويلة. حمامة قوية فعلا. طبعا رأسها بتبقى شبه مستديرة برضو بصورة رهيبة كأنها مستديرة، يعني قربت تبقى مدورة. طبعا الرأس منزلقة من الخلف ومن الأمام بتبقى مرتفعة بس حاجة بسيطة بحيث إن القورة بتبقى لحمة في العظم على طول، مفيش فاصل ما بينهم. ولون العظم طبعا بيكون أشكح، يعني تحس إن هو أبيض مسود، نفس لون الضوافر برضو بتبقى نفس اللون. العظم سميك وقصير وممتلئ اللي هو بيتقال عليه مكلتم، والأنف غليظ وناعمة وبيضة ومبيبقاش فيها كشاكيش. طبعا الضريبة بتبقى بيضة، العين واسعة ومستديرة، والجفون برضو بتبقى بيضة وناعمة. لون العين بيبقى قوتي غامق يعني نبيتي كده. الرجلين بتبقى قصيرة وخشنة، والأظافر زي ما قلنا نفس لون العظم بتبقى لونها شكحة. الرجلين طبعا لازم بتبقى قصيرة. وقفته مميزة، بتحس ان هو واقف على كوعه، يعني تلاقيه جسمه ساقط لتحت. عشان كده بيديك احساس ان الرجلين اكنه ما فيهوش رجلين، يعني حاجه بسيطه خالص. طبعا ريشه اسود ولامع، ما فيهوش تقريش ولا دبوره ولا دبك ولا اي حاجه، اسود اسود خالص حته واحده. وريشه طبعا طويل وعريض ومرصوص، بتحس ان هو عامل زي السلاح جنب بعضه. الريشه عريضه طبعا ومظبوطه. وطبعا هو بيمتاز بالطول والخشونة وقوة الجسم، وكل ما زاد طوله كان أفضل. تحس إن هو طويل بزيادة ده بيبقى أعلى في المستوى.